التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تعقد وسط الأزمات المتعاقبة في العالم على مدار 3 سنوات مضت، وخلال مشاركته في المائدة المستديرة طريقة جديدة شراكات النمو الأخضر ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. أكد الرئيس السيسي أن الأزمات ألقت بظلالها على العالم وتسببت في أعباء أكبر على الدول النامية بما يهدد مكتسباتها. وأضاف الرئيس السيسي أن رؤية مصر لتحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم، مشيرا إلى أهمية تعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدام تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أشاد الرئيس السيسي بتميز العلاقات الثنائية، مؤكدا دعم مصر لتونس خلال الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الجهود الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي في ضوء الأزمة التي يمر بها، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة إضفاء مزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمي، وذلك لاحتواء التداعيات السلبية الكبيرة الناتجة عن الأزمات المركبة وخاصة على الدول النامية. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، حيث رحب الرئيس السيسي باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبي. وأكد الرئيس السيسي الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة بين الجانبين، أخذا في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطي وأهمية التنسيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي في هذا الإطار الجهود المصرية المقدرة من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط، خاصة على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر ومنع الهجرة الغير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضا تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط. أعلن المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي باتريك رايدر عن تلقي واشنطن طلبا من السلطات الدنماركية لدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات F-16 الأمريكية. وأشار رايدر إلى أن الدنمارك وهولندا تقودان تحالفا أوروبيا ينسق تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات F-16،
وأضاف أن بلاده تتوقع أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ في مكان ما في أوروبا بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع حلفائها لإجراء هذا التدريب. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يزال يأمل في لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأمد القريب، ويأتي هذا التصريح بعد أيام من وصف الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني بالديكتاتور، وذلك خلال اجتماع للحزب الديمقراطي، وهو توصيف أثار غضب بكين. وفي مؤتمر أو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي، أعرب بايدن عن رفضه للنظرية التي تشير إلى أن علاقة بلاده مع الصين تنهار. اتفقت الولايات المتحدة والهند على إنهاء 6 نزاعات بينهما في منطقة التجارة العالمية وفق ما أعلنت عنه واشنطن عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي. وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أن الهند وافقت أيضا على إلغاء رسوم جمركية انتقامية على بعض المنتجات الأمريكية، وجاء ذلك الإعلان خلال زيارة يجريها رئيس الوزراء الهندي للولايات المتحدة، حيث توصل البلدان أيضا إلى اتفاقيات بشأن محركات طائرات مقاتلة والاستثمار في أشباه الموصلات والتعاون الفضائي.